Mes amis, centre d'exposition. ما نكذبش عليكم، والله ما عرفت هذا المركز ديالاش. مركز المبيعات اوي ديال الاعمار. صافي صافي صافي، هذا السونتر ديال الاعمار ديال البني. ديك سيت ان سونتر ديكسبوزيسيون اعمار، فون دابارتمون دي زوتيل دي توك. كنظن هذا ديال كنظن ديال لو جروب اماراتي وقيله، واد والله اعلم. المهم الا غلط صحوا لي صافي، لان غندخلوا هنايا في غادي نطلوا على المحيط الاطلنطي. و انا كنعقل ملي كانوا دراري صغار كنت كنجيبهم تقريبا كنباركي الطوموبيل فين كاينين دوك الاخوان ديالنا تما، وكندخل اغوش وتما كنا كنجلسو. ما كتعمقش بزاف في الغابه، كانوا الدراري باقيين صغار، عندك يتلف لك شي واحد في الغابه ولا كندوزو لا جورني مخيره ونرجعو فحالنا. حسب ما قيل لي لا سورس دانفورماسيون ماشي صحيحه بزاف، تسمات الغابه الدبلوماسيه في الوقت اللي كانوا الجاليات الاجنبيه هنايا، كانوا كيجيو لهنايا كيدوزوا الويك الحد ديالهم وكيدخلوا وسط الغابه كيستافدوا. غير دو بلوس هاد الجهه هادي ما كانتش مسيجه، يمكن دابا حيت داروا هاد لي بوست. راه كان فيها الحلوف يخرج؟ لا الحلوف موجود هنا، الحلوف كاين. ماشي الحلوف اللي على بالي دابا. هادو اللي احنا وصلنا لوسيون العظمه. ايوي دابا هذا الدراري اللي شاف هاد الميضاع غادي يعقل عليه. فين كاينه هذيك شنو تما باركينغ 5 دراهم؟ افين دروات ولا غوش؟ بالي او ما تعطيوش الحلوف ياكل. الوغ شاطئ الغابة الدبلوماسية هو هذا اللي غندخلو له، و سي بون باقي شي عبدو. كاين واحد المطعم هنايا بسيط، ما عرفت شحال هادي، كاين بتي باركينغ ملي غنطلو على البحر. الوغ جماعة بوخالف، كومين بوخالف، نتا 10 سنين، انا 25 عام. ما جيت لهنا والله. الوغ كيما قلت لكم لو باركينغ هو هذا، الدخله ديالو ما كانش هاد الدخله هادي، ما كانش هاد يعني كان كلشي مفتوح. دابا شفت هادشي سيجوه. لو باركينغ باربكو شعبدو والمطعم هو هذا اللي حدانا. وهذا المكان اللي كتوصل حتى طنو السيارة تقريبا حدا البحر. وهنا نصيحة اللي غادي يجي هنايا يرد بالو، هنا كل عام البحر كيدي البركة ديالو، كيدي الزيارة. دونك اللي عنده وليدات ولا المكان هنا صعيب، واللي عنده دراري شوية مراهقين يافعين يرد بالو بزاف، لأن كيغامرو وما كيسمعوش. دونك لا ميديتيراني هي المكان المناسب.
ولا عنده صغيرين يجيو يلعبوا هنا في هاد لو بيتي بارك هذا، واللي بغى يتبرع هنا يا مع راسو يشبع يود. دونك الاصدقاء ديالنا راه هما في لو فون سبقونا، خليناهم في المحطه ديال البترومين كيفطروا، ولكن هما داروا واحد الراكورسي، حنا طولنا الطريق شويش. حنا غادي نتلاقاو من جديد، لو جروب تبارك الله كبير، واللي في العمق ديال الصوره هذاك هو لو هيلتون هوارا، تنقرب عنده ندير عليه شي اطلاله. اوكي، الو، هنايا انا قلت بانه هذا اكبر رومبوان، ولكن سي محمد قال لك ازيدي كاين شي رومبوان اخر. فين سي محمد؟ فين قلتي؟ في الجديده. جديده ما بنتليش. حي المطار. بون، فين كاين العماره اللي كتبان اون فاس؟ هذاك راه كله غادي رومبوان 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 رومبوان. فين غادي هاد الشاحنه؟ عاود رومبوان اي ساتورن. هذا كله مدار، والفوق كاين مشروع فاشل ديال دي فيلا، عندهم واحد ليستوار حسب ما قيل لي، شراكة مغربية انجليزية، وقع شي مشكل بين الشركاء وشي جو سي با. المهم اخبار السوق هادي ما تاخدوهاش مني، على حيت حنا بعض المرات كنسمعو وقالوا قال دون هذا راديو سويقة. وهنايا اوريزمون بدات كتصوب الامور شويه، واش العمارات هادو هما ما بيهمش، وهادشي كملوا له الصباغه. انا كنظن ما تبقاش مدينه شبح كما يقال عنها، الاعتبارات اللي ذكرت سابقا، وهي الامتيازات اللي كاينه هنايا، القرب من المطار، القرب من كزنايا، قريبه من لوتوروت، شنو اخر، الهدوء التام هنايا، قريبه من البحر، السي اش يو حداها، كليه الطب حداها. المهم كاينه امتيازات، وانا قلت عندها مستقبل وعقلو، واحد 3 سنين 4 سنين غتلقى هنايا لو تيران كيسوا جوج او ثلاثه د المرات لو بري. هربوا عليا الاصدقاء، راه هما دونك جاغيت. الو، اون دوزيام فوا، من بعد الفيديو الاخراني اللي درت لي طرافو دو فينيسيون في انجاز المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة، المعروف بالسي اش يو سونتر اوسبيتال يونيفرسيتير دو طنجي. اليوم الحد لو شونتي واقف، غتسمحوا لي لان الكونتر جور الشمس ضاربه. دونك وهنايا هذا المجرى، هاد في الجهه المطله على الغابه الدبلوماسيه، ولكن لي طرابو غاديين بواحد السرعه، لان صافي مينتنون 3 سنين وانا كنصورو، هادي 3 سنين وانا كنصورو، لحد الان باقين لي طرابو ما كملوش، ولكن اغلب الظن انه حسب التقديرات اللي عندي، لست مختص وانما غير متطفل، وكنفهم شويش في البني. كنت في واحد لا كوميسيون اللي شرفات على بناء واحد المشروع، مشروع تعاونيه، وتقريبا كيبان لك الطريق مع هاد الطريق هادي مثلا كيبان لك سيمانه تكمل. نو مسيو، شي مرتبط بشي، راه مثلا مول اللي كيتسالاو لي كروز اوفر
كدوز لانستالاسيون ديال ليكتريسيتي ديال الماء، ما يمكنش يجي الصباغ قبل ما يدوزوا الاخرين. دونك كاين واحد لونشينمون ا ريسبكتي. وهذا مشروع جيهون، هذا تبارك الله، نتمنوا من عند الله انه يكمل دغيا، تستافد شويش هاد المدينه هادي. وحنا دابا غير دو باساج، ولهذا لوبجيكتيف ديالي ماشي هو نصور هاد السي اش يو، مي دابا هادي الغابه اللي حدانا هي الغابه الدبلوماسيه، وهادو هاد التريبورتور هاد انا كنظن دوك القوادس اللي شفت اللي صورت في واحد الفيديو اللي كيديوهم، هادو هما اللي كيحقروا عليهم. ولكن المجرم الكبير هو اللي كيشري المسروق. اذا لو سي اش يو لو غاست اون اني مينيموم. واحد الاطلاله اخيره على السي اش يو والمجموعه ديالنا هما كي الاخوان. هاي بروفيسور يس، وهذا هو سي نوتخ غيد اور غايد استوماتو اند ذا ليجز. بي كيرفل بي كيرفل يو بات سبيكينغ استوماتو هيز ماتشاكاندو على الانجليز Yes. Okay, that's all right. And the eyes. And the eyes, and the head, and the ear. A lot of Thank you, sir. Thank you, sir. You are welcome to Morocco. حفظكم الله. يلا. سي كوا سا؟ لا، هاد لا بلاك هادي. كان مخيم هنا. بناء المركز الوطني للتخييم بمخيم الغابه الدبلوماسيه بطنجة، الشطر الثاني هذا. دونك المخيم القديم هو اللي راهو الوغ بلاك تكنيك، مكتب الدراسات، المراقبه التقنيه، المختبر، المقاوله. لا، في وسط الغابه سي اكسترا. شوف، اي حاجه يستفدوا منها ولاد الوطن مرحبا. حق يجي واحد هنا ويدير فيلا ديالو ويسيج ويبدا يطحن في الغابه، نو مسيو. ايوا هادشي معطى الله. حنا كنعبروا على الاراء ديالنا، واللي عجبو الحال تبارك الله، اللي ما عجبوش الحال يجي يدير الفيلا ديالو هنا ويدي هادشي. بوينو، هادي تقريبا نقدر نقول لكم شحال، شي 25 كون ولا ما جيت لهنايا، لان الا جيتي هنايا اما غتجي اون جروب في شي سورتي بحال هادي، اما باش نجي بالسياره لهنايا، السياره جوني غالبول، ما بقيتش كنحمل نسوق. ستريسون. بعدا في طنجة كنت كنقول طنجة مزيانة كذا الطرقان، ولكن حسن عوان اللي يوميا كيمشي في ليزور دو بوانت، اما في الصباح يمشي للخدمة ديالو وفي وسط النهار غادي يرجع. هذا الاصل هو هذا ديال المركز الوطني للتخييم. كان مركز بسيط داكشي بالقصاب وهذا، ولكن دابا تطور ولا تبارك الله داكشي مزيون. قلت حسن عوان هذاك اللي كيمشي ويجي يمشي ويجي، وسورتو في لي زور دو بوينت سي ستريسون. دونك انا جو بريفير نمشي على رجلي، واخا ناخذ الوقت ديالي الكافي، غنوصل في قسمين، يمكن نمشي على رجلي ونوصل في نص ساعه.
Siéntate. Levanta, sí. No sabes. هاللي قنطوا نوبيلة هما جايين. من بعد ورانا ما سمحت فيك هما حدايا الشهود ها هو دابا وسع ياك رانا متبعكم ولكن نخليكم فرحتكم وانا عاود مع لي جون كيعجبني لي جون نمشي لي جون ثم صاحبي غير الشرف الخوت تجبدوا لنا غير ظهري كيحرقني فاينك فاينك انا ما كتبانليش مزيان فاين يمكن هما نتوما هذوك وقيله هاك الو الو وي جو كخوا وي الو وي الو وموراكم هذاك البني ديال كنظن ديال الدوحه هو هذاك هذوك لي بلوك اللي هما تما ولي بري كنظن كيبداو من 26 حتى عرفت 68 ولا درت واحد الاطلاله لداخل وهذا ها اللي كطلع على البحر عندها ثمن زايد على اللي كطلع على الجرده اللي كت المهم طلع على البحر شوف انت شوف هاد الجرده وسير للبحر على رجليك وصافي ولكن شوف هاد المنظر فين حنا راه حنا دابا راه ماشي بعد بزاف على طنجة مي الخرجه ديال الصباح هذا كانت مباركه مع هاد الجو هذا ايوا ولي مومبر دو جروب ها هما هنايا هما هادو اللي كنهربوا كيهربوا علينا بزاف كيتسناونا حتى نجيو دونك ان جروب الحمد لله مسعاف محترم وبكل صراحه دائما كنقولها دابا كاين اللي صبح جالس في القهوه نحيد شويه من هنا كاين الريح باش نهضر شويه في خاطري دونك كاين اللي كيجلس في القهوه جلس حدا شي واحد كيبوخ عليه ولا يعمر لي موكروازي ولا ما عرفش لي موكروازي راه مضيعة الوقت وكتوسخ يديك في دوك الجرائد و ماشي انا ضد الجرائد ولكن بصراحة اون فوا بار سيمين كنضرب طليلة عليهم كنلقى داك الاخبار اللي عندهم كاملين شتها في يعني في هاد لي زوتي في انترنت في هاد الجرائد الالكترونية كثرت بزاف ولا مشكل ديال الكم كتلقى نفس الخبر ما كل واحد كيغير العنوان وهذا وصافي فيديو كيتسارى تقريبا ولكن الطبيعه كل مره كتجي لها كتلقاها في حله جديده اذا يبقى لنا مي دو زامي وي جيسبر يكونوا هما هادو فين فين يا ربي فين لا 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 حيت بعادين عليا وي ها هو كنبقاو ثلاثة دونك مي دو زامي سيدي محمد خرجناه اليوم ولكن اليوم ان شاء الله غادي يدي ما يعاود غادي يضرب واحد 30 كيلومتر ما كذبناش عليه في الحق قالو سيركوي هو هذا راه حنا باقيين فوره ولكن خريجه تستاهل سيدي مصطفى سيدي سعيد بولوك المهم دراري ديال بولوك شكون اخر كاملين كاملين بلا ما نذكر السميات اه يلا زغد هادي طريق الرباط يلا فت نادي الرماية بواحد شوية وانا على ابواب المهم على اليمين ديالي هنايا فين كاين هاد الشمور هاد الشجر كاين البياج ديال المدخل ديال مدينة طنجة
وامامنا شي مشروع بجو سي با شنو كاين هنايا. انا غادي نشوف لا بلاك وداك البنايه البيضاء راه كتبان سوا المستشفى الجامعي بطنجة لو سي اش يو دو طونجي. تبارك الله شيء مفرح بصراحه ملي كنشوف شحال هاد لي بروجي هادو. مستشفى ضخم الجامعي اون بليس وحداه كاينه كليه الطب والمستشفى ديال الانكولوجي. وهذا ما نعرف هاد البنايه بهذا الشكل. انا غادي نشوف لا بلاش مكتوب فيها ونقول لكم. دونك هنايا فين كاين هاد البنايه هنا اذا لو بياج راه هو. وهنا هذاك راه فندق وحده واحد الجامع راه الصومعه ديالو كتبان. الو نقطع الطريق ما كاين حتى سياره. ها لو بروجي انستيتي سوبيريور دي بروفيسيون انفيرميير اي تكنيك دو سانتي تري 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 بيان. الو صاحب المشروع وزاره الصحه مندوبيه طنجه. بون المهندس المعماري وداكشي ما كيهمني شي. المختبر المقاوله بو امبورت. اذا سي فريمون بو. انا قرب شويه باش تشوفوا خريجة. إذن المعهد العالي ديال مهن التمريض والتقنية تكنيك دو سونتي. إذن هنايا تبارك الله ما كاين غير المرض واللي دخل هنا خصو يداوى إن شاء الله الرحمن الرحيم. ألو أن بروجي جيون هو كيبان كبير حدا لو سي اش يو راهو. وهنايا كلشي شونتي كلشي شونتي الحمد لله. انا كنقول هنا مستشفى ولو تكلات شويه الغابه وهذا ولكن كدير لو بور لو كونتر. المستشفى جاي خارج شويش خارج في يعني قرب المدخل ديال لوتوروت. دونك حتى الا كانت شي امبولانس ولا شي حاجه تجي دغيا لامبولانس تخرج تدخل ديريكتومون يعني من تم من الخرجه ديال لوتوروت للمستشفى اكيد غادي يكون لي سيرفيس دي زورجانس. نتمنوا ما يمرض حد ولكن الا مرض شي واحد ما يبقاش مرمي في الزنقه. جيسبر والامل كله في الحقيقه راه ماشي في هذه البنايه راه في هذاك يعني الموارد البشريه اللي غتكون تم. راه المشكل عندنا راه ماشي في السبيطارات والله ما في السبيطارات. عندنا مشكل في تدبير هذه المستشفيات. في المريض ملي كيجي كيدخل داك الموظف ديالنا المريض انا ما كنتهم حد ولكن الواقع هذا راه ملي كتمشي غير وقف وقفه التامل. دخل المستشفى محمد الخامس حل العوينات ديالك وحل ودنك وجلس تسمع وتشوف. تبان لك بحال اللي دخل المجزره. ماشي السيد لومبيلونس جاي به كامل دمايات. راه داك المرافق ديالو راه ما خصوش يهضر ما خصو يقول والو. صافي جبتيه للمستشفى سي الله يعاونك راك جبتيه لي بروفيسيونيل. احنا لا دوز خلص الراديو دوز ما نعرف شنو ما اعتق بنادم هو الاول. لا تريمان خصو يكون كيسوا. اما شدو هذا كيصيفطو لهذا وهذا كتلقاه في ديك العشرة دقائق اللي سير دير الراديو دير هادي وانتوما اش كديرو بيان عاود هما الا هضرتي معاه عاودي يمرضك الشكاوي حنا وداكشي قليل والدواء ما كاينش والفاصما ما كايناش وما نعرف ما نعرف. المهم هنيئا لنا بهذا المستشفى ونتمنوا
الناس اللي يخدموا فيه تبغى شويه نروح المواطنه عندهم يبغيو شويه بلادهم، ويعتبر داك اللي كيجي بحال شي فرد، ما الا كان ولدو ولا خاه ولا راه غيدير لامبوسيبل باش ينقدو. نبداو بحسن النيه، ما نبداو شي بسوء النيه، ونتمنى ان هذا الميساج هذا يوصل لهذوك الناس يضحيو تاهما شويه. بلاد خصها اللي يضحي من اجلها، ماشي اللي يزيد يهلك فيها وياكل فيها. تحياتي.